أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله سوف نحل نموذج رقم 1 في امتحانات الكتاب المدرسي أو نماذج امتحانات الكتاب المدرسي للصف الأول الإعداد في مادة الهندسة. أكمل ما يأتي: المستقيم العمود على القطعة المستقيمة من منتصفها. قطعة مستقيمة، جبت عمودي من المنتصف، بنسميه إيه؟ ممتاز، محور تماثل. في الشكل المقابل إذا كانت ألف باء مثلث يطابق المثلث ألف ألف باء جيم سين صاد عين، شايف الأضلاع نفس ترتيب، يبقى عند الزاوية دي هي دي وديت هي دي قدها يعني، ودي قد دي تطابق بعض. فإن وكان قياس ألف زائد قياس باء بتساوي 140، ألف وباء بمية وإيه وأربعين، تصبح الزاوية دي كام؟ بأربعين. يبقى إذا قياس زاوية ج بكام؟ بأربعين. يبقى عين بتساويها عين بإيه؟ بأربعين. إذا كان قياس زاوية باء بتساوي 105، فإن باء المنعكسة دي والمنعكسة ب 360، يبقى المنعكسة أطرحها 155 من 360. 5 من 10 5، 0 من 5 5، 1 من 3 2، 255 درجة. في الشكل المقابل أهو دي 60 دي 3 س أو دي قيمة س. طيب هنقول بما أن قياس أ م ب زائد قياس ب م ج بتساوي 180، يبقى إذا قياس أ ب م بكام؟ أ م ب بكام؟ ب 60 زائد 2 س بتساوي 180، يبقى 2 س بتساوي كام؟ 180 ناقص 60 بتساوي 120، نقسم على الاتنين تديك س بكام؟ بتساوي 60 درجة، يبقى س ب 60 درجة. يتطابق المثلثان القائمة الزاوية إذا تطابقت قائمة الزاوية وتر وأحد أضلاع القائمة نظائرهم في الآخر. اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان إذا كانت زاوية س تطابق زاوية ص وزاوية س وص زاويتين متكاملتين، زاويتين إيه؟ متكاملتين، يعني مجموعهم 90، متكاملتين مجموعهم 180، والاتنين قد بعض، يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ يبقى زاوية س كل واحدة بتسعين، يبقى زاوية س بتسعين، في الشكل المقابل ده يوازي ده يوازي ده، تلاتة بيوازوا بعض، دي بتساوي دي. طيب يبقى أ ه على ه ج بتساوي واحد إلى واحد، أ د على د ج بتساوي برضو واحد إلى واحد. طب أ د على أ ب بتساوي واحد إلى اتنين، يبقى دي بتساوي واحد إلى اتنين. المستقيمان العموديان على الثالث ها يكونان متوازيان، خلي بالك مش متعامدان، متوازيان أو متوازيين. الزاويتان المتتمتان المتساويتان، متتمتان يعني مجموعهم 90، متساويتان كل واحدة فيهم قد التانية، كل واحدة فيهم بنص 90 اللي هي 45 درجة. إذا تطابق قطعا مستقيمان فإن كل زاويتين متناظرتين ولا متقابلتين متجاورتين، مفيش غير المتناظرتين هنا، متناظرتين لأن في توازي، ملناش دعوة بقى لا بمتبادلتين. إذا تقاطع مش توازى، يبقى لا تناظر ولا توازي، هو التقابل متقابلتان بالرأس، متقابلتان بالرأس، لأن ده التقاطع كده مش توازي. لو توازي يبقى دي ودي ماشي تمام.
في الشكل المقابل 5-3-65-5 دي قائمة 99 اذكر شروط تطابق مثلث ألف ب د و ج ب د ثم أوجد طول ج د عاوزين طول ج د وقياس د ب ج وقياس د ب ج. أولا نجيب شروط دي 5 دي بتساوي ضلعين دي زاوية قايمة دي زاوية قايمة ده وتر يبقى شروط التطابق شروط التطابق شروط التطابق في المثلثين اللي قدام دول عندي ب د وتر مشترك و ب أ بيساوي ب د ب ج وكمان عندنا قياس زاوية أ زاوية أ تطابق زاوية ج قائم الزاوية يبقى إيه دي شروط التطابق. ثم أوجد طول ج د هيبقى عندنا ج د بقى ج د بيساوي أ د بيساوي 3 سنتي. كمان عاوز إيه تاني قياس زاوية د ب ج د ب ج د ب ج. طيب دي 65 ودي 90 دي 65 زيها و90 كام 155 من 180 يبقى باقي 25 يبقى دي بتساوي 25 درجة. في الشكل المقابل في توازي اهوت عاوز طول عندنا القطعة دي متساوية عاوزين طول ألف صاد مع ذكر السبب ألف صاد مع ذكر السبب هنقول بما أن ألف دال ألف واو يوازي دالها يوازي سين صاد يوازي باء جيم وبما أن ألف باء قاطع أجزاؤه متساوية إذن للقاطع ألف جيم يكون إيه أجزاء متساوي برضو ألف هاء هاء بصاد بتساوي صاد جيم. طيب بما أن ألف جيم كله بيساوي 9 سنتي يبقى إذن ألف هاء زائد هاء دال زائد هاء صاد بتساوي 6 سنتي يبقى إذن ألف أو طول ألف صاد بألف صاد بتساوي 6 سنت هو ده السبب إن ده بتلاتة وده بتلاتة مجموعهم بتساوي 6 سنت. في الشكل المقابل عندنا تلاتة دول بيوازوا بعض وكمان عندنا الزاوية دي 130 دي 45 أوجد قياس زاوية ألف جيم ألف جيم هاء نقول بما أن ألف باء يوازي جيم دال وألف جيم قاطع إذن قياس زاوية ألف جيم دال بتساوي قياس زاوية ألف بتساوي 45 درجة بما أن جيم دال يوازي هاء واو و جيم هاء قاطع يبقى إذن قياس هاء جيم دال بتساوي قياس هاء بتساوي 100 هاء زائد الاتنين دول بيساوي 180 داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع يبقى إذن قياس زاوية دال جيم هاء بتساوي 180 - 130 بتساوي 50 درجة يبقى دي بكام؟ بـ50 ودي بكام؟
45، يبقى إذا قياس زاوية ألف جيم هاء بتساوي كام درجة؟ 45 وخمسين 95 درجة. في الشكل المقابل دي 110، دي 40، دي 90. عاوز يجيب أوجد مع كتابة خطوات قياس ب م ج، ب م ج الخطوات. بما أن قياسات مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360 درجة، بما أن قياس زاوية ب م أ زائد قياس زاوية أ م د زائد قياس د م ج بيساوي 110 زائد 90 زائد 40 تدي 240 درجة. دول ودي 200 ودي 40. بإذا قياس زاوية مين؟ ب م ج بتساوي 360 ناقص 240 بتساوي 120 درجة. آخر حاجة وآخر سؤال في الشكل ده أتقاطع اهوت، دي بتساوي دي بتقابل براس، دي بتساوي دي ودي بتساوي دي. عاوز يثبت المثلث أ م ب يطابق المثلث. نقول المثلثان أ م ب و د م ج فيهما أ م بتساوي م د ب م بتساوي م ج، قياس زاوية أ م ب بتساوي قياس زاوية د م ج تقابل بالرأس. إذا مثلث أ م ب يطابق المثلث د م ج، زاويتين بزاويتين بزاوية أو بضلعين بضلعين وزاوية محصورة بينهما. باستخدام السؤال اللي بعد كده، باستخدام الأدوات الهندسية ارسم مثلث ارسم زاوية أ ب ج قياس 110، وبعد كده ونصف الشعاع ب. نستخدم الأدوات الهندسية بتاعتنا. بنرسم زاوية 110، ناخد شعاع ابتدائي وارسم زاوية 110 نعتبر دي رأس الزاوية، ناخد دي رأس الزاوية وارسم زاوية 110. نقيس بقى 110 من الداخل من دي كده، ادي الضلع الابتدائي وهقيس كده 110، دي رأس الزاوية ادي اهوت. افضل ماشي من الداخل كده لما اوصل لل 110، دي ال 110 اهيت عند النقطة دي 70، النقطة دي 110. نوصل بقى الضلع الابتدائي بالنهائي للرأس الزاوية بالضلع النهائي كده، أصبحت الزاوية ديت كام؟ دي كده 110. عاوزين نصفها، أجيب البرجل بتاعي وأثبت بفتحة عند رأس الزاوية وأخذ قوس يقطع فرعي الزاوية بنفس الفتحة ما تغيرش. باجي عند نقطة التقاطع دي ودي، ممكن لو غيرت القوس مش مشكلة،
بس إذا غيرته ما عادش أغيره بقى تاني وأثبت عند نقطة قطع الأولى وأخد قوس وأثبت عند النقطة التانية وأخد قوس كده يتقطع في نقطة واحدة. نقطة قطع اهي هي دي نقطة قطع. دي كده اهي نقطة التقاطع المظبوطة اهي واوصل بالشكل ده، يبقى ده منصف فعلا الجزء ده قد ده كده، رسمت زاوية والمنصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.